يقوم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. شكرا 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 أحبائي، مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد، وانتم اللي راكم تشوفوا فينا أحبائي، وحبيتوا تحضروا كما هاد الأطفال اللي راهم هنا ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com ولا للتطبيق عمو يزيد على البلاي ستور بهذا الطريق. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي لما تشاركوا للحضور عليكم بشوية على الصبر باش عمو يزيد يتصل بكم كامل وجو تحضروا معنا. في بداية كل حصة نتكلموا معكم شوية. تعالي بنتي روحي الشطرة، واسمك بنتي؟ آية. آية شحال في عمرك آية؟ عشرة. عشر أيام؟ عشر سنوات. عشر سنوات. وين تسكني بنتي؟ ولاد موسى. ولاد موسى ولاية؟ بومرداس. بومرداس. برافو بنتي برافو. إذا مرحبا بك بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. تعالي بنتي أروحي أروحي. واسمك بنتي؟ سيرين. سيرين وين تسكني سيرين؟ الحمام. وين؟ الحمام. عين الحمام ولاية تيزي وزو. الله يبارك القبائل الكبرى، تروحي تسلمي عليهم كامل. لا شحال في عمرك بنتي؟ سبع سنين. الله يبارك. تفضلي بنتي لمكانك. تعالي بنتي روحي أروحي بنتي. واسمك بنتي؟ لينا. لينا شحال في عمرك لينا؟ تسعة. تسع أيام؟ تسع سنوات. تسع سنوات. وين تسكني بنتي؟ عين الدفلة. في عين الدفلة الله يبارك، تسلمي عليهم كاع كي تروحي. ها فوالا. تفضلي بنتي تفضلي تفضلي تفضلي. تعالي بنتي أروحي الشطرة أروحي. تعالي تعالي أروحي. دوري الكاميرا بنتي باش تخرجي شابة. واسمك؟ ريما. ريما وين تسكني ريما؟ في برج نار ولاية بومرداس. ولاية بومرداس الله يبارك بنتي. شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين. شكرا شكرا على الحضور بنتي. أحبائي تعالي أروحي أروحي بنتي أروحي أروحي. واسمك؟ بيتي فيز. واسمك؟ آيس يوم. اسمك شباب. ديري بيزو لعمو يزيد. تحبي عمو يزيد؟ حبي عمو يزيد بزاف بزاف. الله يبارك. عطيني ندير لك بيزو. روحي 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 ديك البيزو. زيدي واحده منها. برافو بنتي. باش كنتي تلعبي لك؟ تلعبي بلي ليغو. تحبي تلعبي بلي ليغو؟ تلعبي ليغو. هيا روحي لعبي بلي ليغو. الله يبارك الله يبارك. احبائي عمو يزيد دائما يتشرف بلقائكم في هذه الفتره هذه، وحنا في هذه الفتره اليوم كاين يوم عالمي مهم جدا. يوم أول أكتوبر هو اليوم العالمي للموسيقى. لذا درت لكم مفاجأة راح تشوفوها من بعد. الشخصية تاع اليوم راح تشوفوا باللي عندها علاقة بالموسيقى مباشرة. وكذلك يوم أول أكتوبر تاني اليوم هو اليوم العالمي للمسنين. كاين الناس اللي يتقدموا في السن، الجد والجدة، يعني الناس بصفة عامة. عبركم هاد الناس يحتاجوا رعاية خاصة وعناية يا أخي أحبائي. لازم نعتنيو بهم، نعاونوهم لما يكون عندهم قضيان، نساعدوهم، نروحوا نديروا لهم الشغل. على بالكم باللي الناس المسنين هادو محتاجين، ما ندوهمش لدار العجزة يا أخي أحبائي، يعني يقعدوا معنا ونتهلاو فيهم. ولا كان عندكم جاركم متقدم في السن وكامل لازم تروحوا تساعدوه يا أخي. عندي مفاجأة لكم كذلك. ويوم 2 أكتوبر غدوة اللي هو اليوم العالمي ضد العنف. على بالكم باللي احنا كاع ما نحبوش العنف، خاصة الأطفال. احنا نحبوا السلام، احنا نحبوا نعيشوا بسلام وضد العنف. ما لازمش كاع العنف، ما نضربوا ما ندوسوا ما نتسبوا ما والو. احنا أصدقاء وين كنا، وندعو كاع للسلام يا أخي أحبائي. برافو. قبل ما نروحوا للسؤال تاع اليوم نستقبلوا بريد
الاطفال اللي بعثوه لنا اللي جيبه لنا سهيب. تعال سهيب اعطينا البريد تاع الاطفال اللي بعثوه لنا عبر موقع الانترنت. مرحبا يا اطفال. مرحبا يا مميز. مرحبا. مرحبا سهيب. مرحبا. واش راك ولدي لاباس؟ لاباس. خير؟ واش جبت لنا بريد اطفال؟ نعم بريد الاطفال. اذا سهيب ضع لنا البريد في علبه البريد باش عمو يزيد يقراه من بعد. وانتم يا احبائي الا حبيتوا عمو يزيد يقرا البريد تاعكم هنا في الحصه، ما عليكم الا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com ولا عبر التطبيق عمو يزيد في البلاي ستور بالضغط على زرار. شكرا سهيب. بالضغط على زرار اراء وملاحظات. لغز اليوم يقول، تحبوا الالغاز؟ نعم. تحبوا الالغاز السهله ولا الصعبه؟ صعبه. يلا نشوفوا. في الجزائر كاين سدود عديده، تعرفوا كاين اكبر سد، هو سد اكبر سد في الجزائر، سد بني هارون في ولايه ميلا. داكور. ولكن السؤال تاع اليوم واش يقول؟ ما هو اقدم سد في الجزائر، يعني اول سد اللي بنوه في الجزائر؟ راح نسهل عليكم نقول لكم اين يقع، برك في اي ولايه باش ما تكونش صعيبه عليكم. صعيبه شويه. معلش جاوبوني، ما هو اقدم سد في الجزائر، يعني اين يقع في اي ولايه؟ فكروا انتما واصدقائنا الاطفال اللي يشوفوا فينا لغايه نهايه الحصه، تقدروا تشاركوا في الجواب عن اللغز بهذه الطريقه. اذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمو يزيد .com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملا الاستماره. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن أحبائي بما أننا في اليوم العالمي للموسيقى، حبينا اليوم نطرقوا إلى ملحن وموسيقار كبير جزائري رحمه الله، هو الأستاذ شريف قرطبي مع تسنيم بن صافية. تفضلي بنتي تفضلي. إذن تحية تحية لتسنيم. تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. مرحبا أصدقائي. مرحبا. شريف قرطبي هو ملحن موسيقي جزائري من مواليد 25 فبراير 1935 بمدينة البرواقية ولاية المدية. في عام 1955 التحق بالمعهد البلدي للموسيقى بالعاصمة، لحن للعديد من المغنين، وبعد الاستقلال حصل على منحة من الدولة الجزائرية للذهاب إلى القاهرة لمواصلة الدراسة الموسيقية. وأهم الأعمال التي اشتهر بها الفقيد تلحين النشيد الملحمي من أجلك عشنا يا وطني، جزائر يا مطلع المعجزات، وإليادة الجزائر، إضافة إلى تعامله مع الفنانتين العربيتين لطيفة رأفت وصباح الصغيرة. ولم يكتفي شريف قرطبي بتلحين الأغاني فحسب، بل تعداها إلى تلحين موسيقى لأفلام ومسرحيات، منها فيلم بعمامة، فيلم زيتونة، مسرحية الجواهر، لعبد القادر اللولة، قالوا العرب قالوا، العيطة، والشهداء يعودون هذا الأسبوع وغيرها، ليبلغ رصيده الفني أكثر من 700 لحن. كما مثل الجزائر في العديد من المهرجانات ليكرس السنوات الأخيرة من حياته العديد من المواهب الشابة، ويعتبر من جملة كبار الملحنين في الجزائر. توفي يوم 21 مايو 2010 عن عمر 75 سنة إثر مرض عضال لازمه الفراشة لفترة طويلة. برافو 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 تسنيم. أحبائي شريف قرطبي رحمه الله قام كبيرة في الموسيقى الجزائرية، هو ملحن نشيد. تعرفوا نشيد من أجلك عشنا يا وطني، إذن حي أراضينا. من أجلك يا وطني. برافو 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 برافو. إذن هذه الملحمة هذه من تلحين المرحوم شريف قرطبي. وتعرفوا شكون كاتب الكلمات؟ شكون كتب الكلمات؟ تعرفوه؟ أستاذ برناوي هو اللي كتب الكلمات كذلك.
أحبائي لازم نعرفوا الناس اللي يبدعوا الإبداع، وخاصة في الثقافة والموسيقى والفن والمسرح والرياضة، يعني الناس اللي كما يقولوا دائما في المقدمة، هما الواجهة تاع الجزائر، لازم نعرفوهم ودائما ندير لهم تقدير. يا أخي أحبائي، أحبائي بما أننا اليوم العالم كله يتوقف في اليوم العالمي للمسنين، عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها دادا دادا جات لعندنا. تعرفوا دادا هي الجدة يا أخي أحبائي، يلا تغنوا كامل معايا دادا جات لعندنا، يلا. لعندنا جات الفرحة لبيتنا، الله يخليها دادا دادا دادانا، فرحنا بها كلنا عسى تطول بيننا، الله يخليها. جابت ألعاب وحلوى الآية أكرام وفدوى، جابت ألعاب وحلوى الآية أكرام وفدوى، ابتسامة يا محلى دخلت مغلاها الأغلى، ابتسامة يا محلى دخلت مغلاها الأغلى، الله يخليها الله يخليها. دادا 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 جات لعندنا، جات الفرحة لبيتنا، الله يخليها. دادا 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 فرحنا بها كلنا، الله يخليها. صلي وتصلي وتدعينا، الله يطول لمتنا، صلي تصلي وتدعينا، الله يطول لمتنا، في الدراسة ينجحنا، في الحياة يفرحنا، في الدراسة ينجحنا، في الحياة يفرحنا، الله يخليها الله يخليها. جات لعندنا، جات الفرحة لبيتنا، الله يخليها. دادا دادا دادانا فرحنا بها كلنا، عسى تطول بيننا، الله يخليها. كانت توصينا بابا وماما في عينينا، كانت توصينا بابا وماما في عينينا، طاعت بابا واجبة وماما ماما الحبيبة، طاعت بابا واجبة وماما ماما الحبيبة، الله يخليها الله يخليها. دادا دادا دادانا، دادا جات لعندنا، جات الفرحة لبيتنا، الله يخليها. دادا دادا دادانا فرحنا بها كلنا، الله يخليها. قبل النوم تحكي لنا أحلى حكاية سمعنا، قبل النوم تحكي لنا أحلى حكاية سمعنا، تحكي قصص وعبر حتى ثورة نوفمبر، تحكي قصص وعبر حتى ثورة نوفمبر، الله يخليها الله يخليها. جات الفرحة لبيتنا، الله يخليها. دادا دادا دادانا فرحنا بها كلنا، عسى تطول بيننا، الله يخليها. برافو 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 أحبائي، أرجعوا لأماكنكم أحبائي، أرجعوا لأماكنكم. تحبوا ألعاب الخفة؟ إذا نروحوا كامل دركا مع عمو مراد لجنة مدينة البليدة في ألعاب الخفة. تفيق عمو مراد، تفيق تفيق. عطونا تحية لعمو مراد. السلام عليكم يا أطفال. أوه عندي واحد الصور شبه بزاف وجميلة. واو تحبوا الحيوانات؟ النالة عندنا بعض الصور تاع الحيوانات. شكون هذا؟ الديك. نعم وهذا الحمار.
وهذا السلحفاة البطيئة. عصفور. نعم نعم. ما لا عندنا عدة صور، كامل هذه الصور راح نحطهم هنايا مع بعض. ولكن نسحق مساعد. شكون المساعد تاعنا؟ شكون 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 شكون؟ استنى استنى استنى، باقا لا نعيطوا لفيفي واقع. لا 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 لا، سحقت مساعد اخر اللي نشوفو عاقل. شوف اروح انت يا اروح انت انت يا ايه ايه اروح هذا 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 معلش اروح وفيزو هاي هاي. شوف بما انك جيت انت ثاني طلعوا طلعوا. بما انك جيتوا في زوج، اما لكاين واحد هنا بالك واش في هذه العلبه؟ فيها تنبؤ. تنبؤ شوفوا في العاب الخفه احنا نعرفوا حتى الاطفال واش راح يخيروا. ما لا واش راح يختاروا؟ انا درتها هنايا، انا كتبتها وحطيتها في هذا الصندوق الصغير. شد تشوف هلا خليها عندك. دور هكايا هلا زيد انتيا اروح تمناي هلا هكا. كما قلت لكم قبيله عندنا كامل هذه الحيوانات اللي هنايا رايحين كامل. وين نديروهم؟ نديروهم في واحد الكيس. شد تشوف هكا شد هكا هلا. عندنا هذا الكيس كما راكم تشوفوا يا اطفال شفاف. علاش شفاف؟ باش نتوما يا اطفال تشوفوا كلش، واش كاين واش راهو يصرى تشوفوا. مفهوم؟ اما لا انتبهوا جيدا. راح نديروا كامل هذه الصور هنا. شد تشوف هكا، تجي بيد واحده، شد بيد واحده، بيد بيد هكا. راح نديروا كامل هذه الحيوانات اللي هنايا هذه الصور ونخلطوه. نخلطوا كامل 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 مع بعض هكا. خلطوه. تفضل خير واحده، ارفد واحده واحده. هلا. اختار صوره وخلاص. قدامكم. وري لهم واش اخترت، وري لهم الصورة اللي اخترتها. واش اختار؟ حمامة. اوه ما شاء الله، حمامة السلام. نعم يا أطفال كيما أنتم الله يبارك. حمامة، افتح الصندوق نشوف واش كاين لداخل. نشوف التنبؤ تاعي صحيح ولا لا. افتح هذه يا دنيها. لا 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 لا، دور دور دور. هكذا، افتح هذه هذه هذه، أسهل أسهل أسهل. هكا، هلا، هيا افتح. اجبد هذيك، أعطيني الصندوق واجبد الورقة. وقرا نشوفوا واش مكتوبه لداخل. يا هل ترى واش مكتوبه؟ نشوف التنبؤ تاعي صحيح ولا لا. زيد افتح فوالا. واش مكتوبه؟ وري لهم وري لهم وري لهم. واش مكتوبه يا اطفال؟ معناتها كنت عارف. بلحظه اختار حمامه. ومازال والان الان هذه الصوره راح نديروها في هذا الكيس. عندنا هذا الكيس كما تشوفوا فيه، شفتوه هذا الكيس راح نديروا فيه الصوره. اولا نغلقوا الكيس نتاعنا، ثانيا نشوفوا باللي غلقناه مليح، غلقناه مليح نعم، ونحطوا الصوره لداخل. حط شوف الصوره هكذايا. ونجيبوا عندنا العصا السحريه تاعنا. هاي واش واش بيها؟ صغيرة؟ صغيرة؟ معلش قولوا شوف معايا، واحد اثنين ثلاثة، عاودوا واحد اثنين ثلاثة. واو. شد تشوف هكا؟ أنت راك حدينا اللعبة السحرية، إيه؟ نعاودوا نشوفوا؟ ما زالت الصورة تاعنا ومازال الكيس تاعنا فارغ. والان يا اطفال نحطوا الصوره لداخل ونحسبوا كما من قبيل، واحد اثنين ثلاثه. هيا دير هكا واحد اثنين ثلاثه. ونشوفوا واش يصرى. واو. شكرا يا اطفال، اعطوني تصفيقه حره 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 بسرعه اليوم. شكرا. برافو 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 برافو. تصفيقه تصفيقه على ام مراد، تصفيقه على ام مراد. قعدي قدامي هكذا. اذا شكرا عمو مراد. احبائي في هذا الموسم الخامس لحصه مع عمو يزيد، خامس سنه معكم في المتعه، رايحين نروحوا نكتشفوا معلومه في فقره هل تعلم.
مع ياسمين. إذا تحية لياسمين، تفضلي بنتي، تفضلي 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 ياسمين. مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن المعدن الوحيد الذي يكون في حالة سائلة على درجة حرارة عادية هو الزئبق؟ برافو 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 ياسمين. أحبائي على بالكم باللي كل المعادن باش ترجع سائلة لازم تكون في الحرارة، لازم نسخنوها، عبالكم بها كاع المعادن، الذهب الحديد النحاس كل إلا الزئبق الميركور. الميركور هو اللي يكون سائل يعني في درجة حرارة عادية. إذا شكرا ياسمين، شكرا شكرا بنتي. أحبائي تحبوا الحكايات؟ أنا تاني نحب الحكايات. اليوم عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الفأرة فرفورة، يلا معي. برافو أحبائي. إذا أحبائي كما قلت لكم مقبلة نحكي لكم حكاية الفأرة فرفورة. هذه الحكاية هذه جميلة. هذه الفأرة كي جات ترقد في الليل، كي جات ترقد نحت المناقش توحة، نحت المناقش حطتهم ورقدت. كي نادت الصباح ما صابتهمش، ما صابتهمش، قالت شكون يسرق لي المناقش ديالي أنا؟ قالت أنا نروح عند لابوليس. عند لابوليس هي فار. كي دخلت هكذا عند لابوليس هذاك ضابط الشرطة قط، خافت هكذا جات هربة، قلت القط كياكلني وكامل. بعد عيط لها قال لها لا 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 ما تخافيش تعالي تعالي. قال لها أنا قط بصح هنا راني ضابط شرطة، راني في خدمة الشعب يعني في خدمة كاع المواطنين. قال لها واش بك؟ قالت له كي رقدت هكذا حطيت المناكش تاعي فوق الطابلة هكذا، من بعد كي نصبح ما صبهمش. قال لها روحي نروحوا للدار. وين؟ وري لي الدار. كي لحقوا للدار هكذا صابوا آثار يعني دي تراس تاع ثعبان. قال لها سير الثعبان هو اللي سرقهم، يلا نروحوا. بقاو يتبعوا في هذوك الآثار تاع الثعبان. بعد كي لحقوا الجحر تاعو بداو يحوسوا 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 ما صابوهمش. ظلموه هذاك الثعبان ماشي هو. بعد رجعوا قالها أين رجعوا تشوف للدار؟ رجعوا للدار قالها وين كنتي حاطتهم؟ قالت له هاملك هنا قدام الطاقة. قالها الطاقة كانت مفتوحة؟ قالت له إيه الطاقة كانت مفتوحة. قاعد يشوف هكذا الفوق شاف حاجة تلمع هكذا. بعد طلع الفوق صابهم في عش الغراب. دوك الغراب هذاك كي صاب الطاقة مفتوحة راح سرقهم لها وطلعهم ودارهم في العش نتاعو. عمو يزيد عمو يزيد، الحكمة التي نستخلصها من هذه القصة هي ألا نحكم على الآخرين من أشكالهم بل من أخلاقهم. برافو 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 برافو. إذا أحبائي الإنسان ما لازمش يحكم على الناس من الأشكال تاعهم. مثلا الفأرة هذه كي شافت القط خافتو، ولكن شافت من بعد بلي عنده أخلاق ويحترم المهنة تاعو كامل. إذا ما لازمش نحكموا على الناس من الأشكال تاعهم، نحكموا عليهم بالأخلاق، الأخلاق الحميدة يا أحبائي. يا أخي يلا ارجعوا لاماكنكم. برافو برافو احبائي. لا يجب ان نحكم على الناس من الاشكال تاعهم فقط، نحكم على الناس بالاخلاق. اذا احبائي لحقنا درك الواحد ركن نحبو بزاف هو ركن النكت. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكته جميله تعالي بنتي اروحي اقعدي بنتي. واسمك بنتي؟ إيمان. إيمان وين تسكني إيمان؟ في عين حمام ولاية تيزي وزو. الله يبارك القبائل الكبرى، يا سلام تسلمين عليهم كامل كي تروحي. الله يبارك. احكي لنا النكته تاعك بنتي. كان واحد النهار واحد الجماعه سقطت مشحاح، قال لهم علاش ما تبرعش من دراهمك باه تبني حيط المقبره؟ قال لهم انا نبني حيط. معليش عاوديها بنتي عاوديها. قال لهم انا نبني حيط جامي سمعت بنيه تهرب. برافو برافو بنتي برافو برافو. جاب يسمع مية تهرب. برافو برافو تعالي بنتي روحي يلا اقعدي بنتي. واسمك؟ ريما. ريما وين تسكني ريما؟ في برج نار ولاية بومرداس. ولاية بومرداس، احكي لنا النكتة تاعك بنتي. كان واحد راجل دار دورة ضربته. برافو برافو تعال وليدي اروح تعال. واسمك وليدي؟ اسامه. اسامه شحال في عمرك اسامه؟ 10 سنوات. 10 سنوات، احكي لنا النكته تاعك وليدي. قال لك واحد الطفل كان يحوس في الارض، قالوا الناس على ليه ما راك تحوس؟ قال لهم
طاح لي المورال راني نحوس عليه. حوس على المورال، برافو. تعال وليدي تعال، اروح اروح. واسمك؟ امين. امين، وين تسكن امين؟ بلدية كاليتوس. كاليتوس، شحال في عمرك؟ 11 عام. الله يبارك، حكينا لك تاعك وليدي. قال لك واحد النهار واحد النمله كانت تجي من لومبيلونس وعليه باش تمد لهم قطره تاع دم. كان واحد تجي ندم. تعالي بنتي اروح. اقعدي بنتي. واسمك؟ ايه. ايه، شحال في عمرك ايه؟ 10 سنين. وين تسكني؟ في ولاد موسى. ولاد موسى، الله يبارك، حكينا لك تاعك بنتي. كاين واحد التلميذ جا طار للمدرسه، قالوا ضرب الباب كتبي ودخل، قالوا الاستاذ كوري، قالوا لا لا جزائري. عم بالهم كوريا الجنوبيه. برافو برافو برافو. احبائي لحقنا دركا الركن الرسائل، راح نقرا الرسائل اللي بعثوهم لنا اصدقائنا الاطفال. اذا فيفي جيب لنا رسائل الاطفال، وانتم احبائي اللي حبيتوا عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم الا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com ولا عبر التطبيق عمو يزيد. شكرا 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 فيفي. اذا احبائي الرساله الاولى، جحيش ايمن 14 سنه من مدينه خنشله الاوراس، خنشله الشاويه، الله يبارك. قال لكم حصه رائعه، اتمنى لكم النجاح والتوفيق. اذا جحيش ايمن وليدي من خنشله، ربي طول عمرك وان شاء الله ربي ينجحك انت ثاني. اذا عقاب فاتحه 13 سنه مدينه زموره ولايه غليزان، الله يبارك. انا معجبه بحصتك رغم النصائح التي تساعد الاولياء أولياء الأطفال في تربية أولادهم وتسلية الأطفال. شكرا شكرا عقاب فتيحة 13 سنة مدينة زمورة ولاية غليزان، الله يبارك. حميدي محمد 9 سنوات مدينة الجلفة ولد نايل، الله يبارك. أنا محمد من الجلفة، أحب حصة عمو يزيد وأهدي سلامي لكل الأطفال. حميدي محمد من الجلفة، شكرا وليدي شكرا. الرسالة الموالية، الرسالة الموالية، علاء خليل، علاء خليل من مدينة الرمشي ولاية تلمسان، الله يبارك. سلام، أنا محمد من تلمسان ابن أختي خليل، رغم صغر سنه إلا أنه من متابعي حصة مع عمو يزيد. نشكركم على هذه الحصة ونتمنى لكم المزيد من التألق. إذا شكرا على خليل ولدي، إن شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم. الرسالة الموالية، طهراوي وليد 15 سنة مدينة القليعة ولاية تيبازا، الله يبارك فيك يا عمو يزيد ويحفظك أنت وكل الأطفال. إذا طهراوي وليد، شكرا ولدي على هذه الرسالة الجميلة. إذا عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل الجميلة هذه. ودركا الحقنا للجواب عن السؤال. إذا أحبائي شكون اللي يقدر يقول لي أين يقع أقدم سد في الجزائر؟ تعال وليدي أروح، تعال أروح منا. واسمك وليدي؟ هشام. هشام، وين تسكن هشام؟ عين الدفلة. عين الدفلة، شحال في عمرك؟ 14 سنة. أين يقع أقدم سد؟ أقدم سد؟ بويرة. لا 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 لا، ماشي في بويرة، ماشي في بويرة. شو اللي يقدر يقول لي أين يقع أقدم سد في الجزائر؟ تعالي. واسمك بنتي؟ هيبة. هيبة، شحال في عمرك هيبة؟ 11 سنة. وين تسكني؟ في تيبازا. تيبازا، أين يقع أقدم سد؟ في سيدي عمر. سيدي عمر، لا لا ماشي سيدي عمر، ماشي سيدي عمر. تعال. واسمك ولدي؟ يوسف. يوسف، شحال في عمرك يوسف؟ 7 سنوات. وين تسكن؟ جاي في العاصمة. أين يقع أقدم سد؟ في ابن هارون. لا لا، هذاك أكبر سد، سد ابن هارون هو أكبر سد، ولكن أقدم سد يعني السد الأولاني اللي بناوه في الجزائر. شكون يقدر يقول لي؟ ماهوش بعيد. تعال تعال، ماهوش بعيد علينا بزاف. تعال وليدي اقعد منا.
واسمك؟ مراد. مراد، وين تسكن مراد؟ في البليده. في البليده، شحال في عمرك؟ 13. 13 يوم؟ 13 سنة. 13 سنة. أين يقع أقدم سد في الجزائر؟ واد الفضة. في واد الفضة أحبائي، برافو، قعد معايا، قعد معايا. إذن أحبائي، سد واد الفضة المتواجد بإقليم بلي بوعتاب هو بعيد عن العاصمة نحو 45 كيلومتر، هو في ولاية الشلف. يعتبر من أقدم سد في الجزائر، لأنه بناوه بين سنة 1924 حتى سنة 1932، ودخل حيز العمل يعني في سنة 1936. إذن أحبائي، سد واد الفضة المتواجد بإقليم بني بوعتاب هو أقدم سد في الجزائر. أعطيلي الهدية تاعو، أعطي الهدية تاعو. إذن ولدي، شركة شيبس مهبولة راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفد بها. العفو، العفو ولدي، العفو، العفو، العفو. إذن أحبائي، في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده، واللي حب يحتفل بعيد ميلاده في حصة مع عمو يزيد ما عليه إلا يرسل حصة مع عمو يزيد بخمس قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42 ألف ستوالي العاصمة 16062 الرمز البريدي. إذن أحبائي، اليوم معنا أرجاح ريما 10 سنوات من مدينة دلس ولاية بومرداس، اليوم راح تحتفل بعيد ميلادها معنا. تعالي تعالي ريما، تعالي بنتي، تعالي تعالي ريما، أروحي بنتي. إذن ريما أروحي، وقفي هنا. فوالا بنتي. إذا ريما، حنا راح نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروح يجيبوا لنا الكاطو ديالها. تعالوا التحقوا بيا، تعالوا تعالوا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. من تربيتك نتمنى صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفضل، إن شاء الله يا ربي دنيا تسالى وتعيش أيامها أفضل. أحلى الأوقات نزهن نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له وصحابه يباركوا له، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة. برافو برافو. إذن عمو يزيد يشعل لك الشمعة، وانتم يا أحبائي ما لازمش انتم تلعبوا بالنار ولا تشعلوا الشمعة، الكبار هما اللي يشعلوا لكم يا أخي. إذن ديروا معايا العد التنازلي دركا: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. برافو، طفينا الشمعة.
برافو، اعطيني الشهاده تاعها. اذا بنتي رجاح ريما، عمو يزيد يعطيك هذه الشهاده، هي شهاده انجاح تصوير حصه مع عمو يزيد. وانتم يا احبائي كامل كي تخرجوا كل واحد راح ياخذ شهاده كما هذه يحتفظ بها كذكرى لتصوير حصه مع عمو يزيد، تحتفظوا بها كذكرى، كل واحد ياخذها باسمه. اعطيه الهديه تاعها. اذا ريما كما وعدناك، رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذه الحصه، يعطيك هذه الهديه ان شاء الله تستفادي بها بنتي. وانا ما بقى لي الا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل نفس القناه نفس التوقيت، نحبكم يا اطفال، سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، احببناكم احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، احببناكم احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. شاركنا في الحصه هذه، ونشكروا عمو يزيد بزاف على هذه الحصه الترفيهيه. نشكركم على كل حال بهذه الحصه هذه. نشكر بزاف حصه عمو يزيد على هذه المجهودات اللي راه يبذلها. نشكروا عمو يزيد على هذه الحصه اللي هي ابداع، ونتمنوا له الاستمراريه والنجاح. نتمنوا له المزيد من التالق والنجاح والاستمراريه. نقول له شكرا كثيرا على هذه المجهودات مره ثانيه. شكرا. ميرسي عمو يزيد. شكرا لعمو يزيد. شكرا لعمو يزيد. شكرا لعمو يزيد. حبك. شكرا. تعالوا هلموا الينا ضفوا.